والجراد على أنه حشرة، إلا أنه أيضا طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد يؤكل بخلاف باقي الحشرات، باقي الحشرات مستقذرة، والأصل في المستقذر أنه لا يجوز أكله، لكن الجراد مستثنى من هذا، وأكل الجراد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.